الأبناء والبنات يحضرون لزيارة والدتهم ثم لا يسلمون على بعض، والدتهم تقول أفرح بزيارتهم ويتقطع قلبي هذا الهجر بينهم، أرجو التوجيه. قطيعة الرحم عمل سيء وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. ومن هنا على الإنسان أن يتقي الله في رحمه، قد رتب الله جل وعلا الثمرات الكبيرة على صلة الرحم كما رتب العقوبات الشنيعة على قطيعة الرحم. قال جل وعلا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ومن قطع ما أمر الله به أن يوصل قطع الرحم، ولذا على الإنسان أن يحذر من قطيعة الرحم. وقد قال الله جل وعلا في صفة أهل الإيمان والتقوى من الباب من أصحاب العقول والألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، ثم وعدهم فقال أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وفي المقابل توعد أولئك الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ومن ذلك الأرحام، قال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ومن هنا على الإنسان أن يخاف الله من ذنب قطيعة الرحم. ولئن كان هجران المسلم من الأمور المحرمة كما قال الله جل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فكيف بما إذا كان ذلك من الرحم. ولذلك فالوصية لهم أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم وأن يتقربوا إلى الله بمحبة بعضهم لبعضهم الآخر وأن يتقربوا إليه بإفشاء السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ولذا على الوالدة أن تتقرب إلى الله تعالى بنصيحة الأبناء وبيان العاقبة الحميدة لمن وصل رحمه والعاقبة السيئة لمن قطع رحمه، وعليها أن تذكرهم بالله تعالى وأن تخوفهم من سوء العاقبة. وأمور الدنيا لا تستحق أن يتعادى الناس من أجلها، وهكذا عندما يصدر من قريبك شيء من الخطأ أو التجاوز فعليك أن تكون من أهل العفو، فإن من عفا عفا الله عنه ومن عفا وأصلح فأجره على الله. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.